صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. نهار جديد عم نبدا سوا نحن وياكم على امل انه هاليوم يكون احسن من يلي قبله. ما في شك اكيد كلياتنا يعني كسوريين عم نعيش هيك بعض الضغوطات النفسيه وخاصه بهي الفتره بسبب الوضع العام، لكن يعني ما بقيدنا غير اكيد ندعي انه ان شاء الله يا رب الايام الجاي تكون افضل، تكون هيك اروى ويعني هيك نرتاح شوي. صباح الخير ان شاء الله يا رب. صباح الخيرات لك ايه، وصباح الخير لكل يلي عم يشوفونا. ان شاء الله يا رب تكون الايام الجايه احسن، يعني الكثير مننا مو نايمين بالليل، يمكن عم ينتظروا او نايمين زياده او نايمين زياده مثلا من العتمه، او عم ينتظروا المي لحتى تجي، يعني ضغوطات نفسيه كثير كبيره عم بتكون نتيجه الاشياء اللي عم بتصير بالبلد. ان شاء الله يا رب دائما بندعي لبلدنا بالخير، ان شاء الله اللي جايه يكون احسن، ونحن لازم نكون ايد بايد لحتى نتجاوز هي الايام الصعبه. دائما الخطوه الاولى بكل شيء هي كثير مهمه، الخطوه الاولى من خطوات البدء بالشيء الجديد هو انه نحن نتخلى تماما ايه عن الماضي، ولكن التخلي عن الماضي ما بيعني انه انا اتخلى عن كل شيء بعرفه، ما بيعني انه انا اتخلى عن الاشخاص يلي ساعدوني ومرقوا بحياتي، وانما ان اتخلى عن الذكريات السيئه، اتخلى عن الاشخاص يلي هن ساعدوني بس لحتى انا اتراجع او لحتى اوقع بالغلط. يعني في حدا بيقول لك انا بدي بلش من اول وجديد، فهو عن جد بينسف مثل ما بنقول كل شيء، لا مو لهالدرجه بكل الاشخاص بكل شيء وبينساهم، خلينا نقول لمجرد انه انا حابب بلش من جديد. لا ابدا، لما نتخلى عن القصص السيئه اكيد ممكن هذا الشيء يساعدنا على انه نحن نتجاوز يمكن المرحله الصعبه اللي مرينا فيها ونبدا من اول وجديد. فتخلوا عن الشيء اللي مضايقكم وبس. نحن اكيد صباحنا بلش معكم، فاصل صغير ومنكمل. قبل ما نبدا بتفاصيل حلقتنا لليوم وبالافكار والاخبار وضيوفنا بحلقه اليوم، بدنا نقول لكل المشتركين معنا بمسابقه الراتب موعدكم بجدد معنا بكل يوم تنين لحتى نربحكم ملايين الليرات. طبعا اليوم شمين كمان الجائزه راح تكون كاش فوري وبدون سحب بقيمه 1,000,000 ليره للمشترك صاحب اكبر عدد من الرسائل خلال الأسبوع الماضي ولغاية اليوم. تماماً آية، وطبعاً تحديد الرابح رح يكون اليوم الساعة 2 الظهر بمقر المؤسسة العربية للإعلان، وأكيد بإشرافة المباشر، لهيك بعتوا أكبر عدد من الرسائل لتزيد فرصكم بالربح عفواً على الرقم 1998 من أي خط سيرياتيل أو حتى MTN. طبعاً ومثل كل أسبوع أكيد رح نعلن نحن عن اسم الرابح عبر شاشتنا وكمان عن طريق صفحة المسابقة على الفيسبوك اللي يمكن بلشت أكيد تظهر اسمها معنا على الشاشة، فإن شاء الله يا رب هيك الربح الحظ الحلو بيكون مرافق الجميع. أما هلأ فصار الوقت أنه نبدأ بفقرات حلقتنا لليوم، وأكيد مثل العادة رح نتواصل مع الرابح بحلقة بكرة من برنامجنا لحتى نتعرف عليه أكثر ونبارك له بجائزة 1,000,000 ليرة، ونحن كمان بنتمنى الربح للجميع. شو معنا من تفاصيل بحلقتنا لليوم رح نعرف مع بعض. جامع الخان الأثري أقدم مساجد النبك وأعرقها. أسباب تؤدي إلى الغضب والعدوانية. كيفية التعامل مع الضغط النفسي وخطوات للتخلص منه. أنا بعدني مصابي، حضلني مكفي ومكفي ومكفي.
وثائقي عن حياة السلطان جورج والسوف وتكريم لنجم العرب قصي الثولي. وضمن فقرتنا الطبية لليوم، هل يؤثر مرض التلاسيميا على الزواج وما هي النصائح الضرورية؟ يعني أكيد فقراتنا راح تكون هيك متنوعة، وتقاريرنا أيضاً نتعرف فيها على مختلف القصص بحلقتنا لليوم. وكالعادة في الكثير من الأخبار المنوعة يلي بتتناقلها العديد من وسائل الإعلام بكل صباح، نحن بدورنا بنختار أبرزها لحتى نقدم لكم منها معلومة أو تسلية ونشوف شو عم بيصير يعني بهالعالم حول العالم. تماماً. رح نبدأ اليوم من لبنان. سيدة عم تدخل مجال التحكيم لكرة السلة، وكمان بدنا نروح على مصر وافتتاح أكبر متحف مفتوح بالعالم. تماماً. وكمان رح نتعرف أيضاً على معرض للمنسوجات التقليدية بالمكسيك وتجمع عدة رياضيين على الجبال بسويسرا. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من لبنان. جينيفر عموري قررت كسر قاعدة احتكار الذكور للتحكيم لتدخل المجال كأول حكم أنثى بلبنان بعد عدة سنوات من ممارسة الرياضة كلاعبة بالمنتخب الوطني، حققت خلال الكثير من الجوائز والبطولات المحلية. ومن لبنان لمصر، أيام قليلة بتفصلنا عن حدث مهيب حتشهده محافظة الأقصر، وهو حفل افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش، حدث بتسعى مصر من خلاله أبهار متابعيها بجمال وروعة حضارتها وآثارها الفريدة بأكبر متحف مفتوح على مستوى العالم. وحننتقل على المكسيك. تجمع الآلاف من الحرفيين بفعالية بتستمر 4 أيام بمكسيكو سيتي بتهدف لعرض منتجات من النسيج والتطريز التقليدي. الفعالية بتحمل اسم أصلي نظمتها وزارة الثقافة بالبلاد. وجولتنا الأخيرة حنختمها بسويسرا. اجتمع حوالي 12 رياضي من مجموعة متنوعة من مختلف الرياضات على جبال مغطاة بالثلوج بالقرب من غراو بونت لممارسة التزلج السريع على الجليد وركوب الأمواج الشراعية. يعني حلقتنا ما بتحلى وما بتكمل من دون الشيف تهامة، ولنشوف شو محضرت لنا طبق لليوم. صباح الخير شيف. يا صباح النور يا مشلين. كيفك اليوم؟ صباح النور يا آية. أنا ممتازة الحمد لله. في ألوان حلوة عندك. اليوم عاملة أكلة غريبة عجيبة. هلا أنا بصراحة استوردت لكم إياها من الصين. هي أكلة صينية. إيه. نستوردها إيه. بس مو كورونا، أكلة يعني. شو هي هالأكلة؟ اسمها كانتون الدجاج. هي هيك سباكيتي مع دجاج مع خضره مع صويا صوص وقصص. يعني عاشقتي يا شيف، شو في بهالبراد منزله. يعطيك الف عافيه. اكيد رح نشوف التفاصيل بعد شوي. شكلها طيب. بانتظاركم. شكلها طيبه. بيعرف الاطباء النفسيين الغضب بانه هو احدى الوسائل يلي بيعبر
الشخص فيها عن عدم الرضا عن صحيح. أي شيء ممكن يكون حواليه، وهالشيء بيكون ببعض الأحيان نتيجة للضغوطات الحياتية المختلفة، وكمان ممكن يؤدي ببعض الحالات لحد ارتكاب الجرائم. يعني الغضب بيعمل قصص كثيرة. طبعاً بتبدأ نوبة الغضب الشديد بهيك مثل ما بيقولوا ثورة خفيفة بتصاحبها تغييرات فيزيولوجية تختلف بحسب استجابة كل شخص للغضب وبحسب طريقة التنفيس يلي بيتبعها وأيضاً وفقاً لدرجة الغضب وشدته. ومع هيك فالغضب ببعض الأوقات بيقولوا أنه هو ظاهرة أكيد صحية بالرغم من آثاره السلبية. فشو هي أسباب الغضب؟ خلونا نتعرف مع بعض بهذا. عاطفة طبيعية عند كل الأشخاص، ولكن سبب الغضب أو العدوانية بيختلف من شخص لشخص، ونتيجة هالعاطفة وحدة الغضب والتعبير العدواني. على الرغم من أنه بعض الناس بيتعلموا فن السيطرة والحفاظ على الهدوء، إلا أنه ببعض العوامل يلي ممكن تسبب مشاكل الغضب صعبة المعالجة. كلنا عرضة للغضب ولكن الأسباب بتختلف، فممكن يكون ناتج عن مشاكل عائلية أو مشاكل مالية أو ضغوط مرتبطة بالعمل أو علاقة رومانسية. وفي أشخاص بيعانوا من اضطرابات معينة ممكن تؤدي لمشاكل بتتعلق بالغضب والعدوانية. فالاكتئاب مثلاً ممكن يصيب الشخص بالحزن لفترات طويلة وتقلبات مزاجية حادة، وهالشي بيسبب له إحباط وغضب حتى على أصغر الحالات. ولكن الأشخاص المكتئبين ممكن يكونوا عرضة لنوبات انفعالات عاطفية خارجة عن السيطرة. نوبات الصرع المعروفة باسم النوبة الجزئية البسيطة، وعلى الرغم من ندرتها الشديدة بيعتقد الباحثون أنه ممكن تأثر على عواطفنا وتسبب الغضب ومشاعر العدوان. أما عن اضطراب الوسواس القهري، فهو نوع من اضطرابات القلق يلي بتخلي الشخص عرضة لأفكار الوسواس والسلوك القهري، وبتؤدي الحاجة لإكمال طقوس معينة أو اتباع جدول زمني، وعدم القدرة على القيام بهالشي بالضبط لإثارة الإحباط وبالتالي للغضب. بالإضافة لهالشي ممكن تؤدي الأفكار الوسواسية والسلوك القهري ببعض الأحيان لزيادة مستوى التهيج عند الشخص. وأخيراً الاضطراب ثنائي القطب ممكن يتسبب بتغيرات جذرية بالمزاج والشخصية، وقد يعاني الأشخاص المصابين بهالاضطرابات من نوبات بالغضب ويعتبر. يعني بتخيل ما في حدا مننا ما أنا معصب بهي الأيام، ما أنا متوتر إذا ما بنقول أقل شيء إنك تكون معصب إنه إيه متوتر، أقل شيء متوتر بعدين إنه تعصب. يعني هي صارت شوي حالة طبيعية تعتبر بعيداً عن الأمراض يلي ذكرناها بالتقرير. يعني إيقاع الحياة السريع عم يخلي الضغط النفسي هو مشكلة سائدة من مشاكل العصر، إضافة طبعاً للعقبات يلي عم تواجه أي إنسان مننا ويلي عم تزيد مع تقدمه بالعمر. يعني كلنا طبعاً منمر بضغوطات نفسية، بمواقف صعبة، بجو عام صعب عم بيأثر علينا. ممكن يكون هذا كله جزء من حياتنا اليومية للأسف. هذا الضغط له مستويات، يعني بين المنخفض والعالي، لكن دائماً في طرق وفي خطوات ممكن لو اتبعناها تساعدنا على أن نتخلص شوي من هذا الضغط أو نعرف نتعامل معه بشكل صحيح. وهذا اللي رح نتعرف عليه وحتخبرنا عنه أكثر الاختصاصية النفسية والاجتماعية عهد الهوى اللي سألت معنا بالاستوديو. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير عهد. صباح الخير. من الأول، من البداية، من أولته خرج تساعدينا لحتى كلياتنا نخفف الضغوطات. الضغوطات موجودة، ما رح نقول إنه الحياة كتير حلوة والعصافير عم تزقزق، أكيد لا، بس بدنا نحاول نخفف من هذا الستريس يلي هو موجود عند كل حدا فينا. تمام، اكيد ان شاء الله. هلا اكيد في طرق واساليب نحن بنستخدمها بتساعدنا على التوازن اكثر، يعني بتخفف من هذا الضغط، بتخفف من المشاكل اللي ممكن نصاب فيها او مثلا تصير معنا مشاكل نفسيه. يعني بس نحن بمرحله الضغط، يعني نحن لسه ما صرنا باضطراب نفسي، فكتير انه نحن نتصرف بهيدا المكان افضل ما انه نحن يتطور معنا هذا الضغط. نتصرف يمكن بطريقه واعيه. تمام. بهذا الظرف احسن ما ينقلب الموضوع لاضطراب. بالضبط، يعني الضغوط والظروف الحاليه اللي عم نعيشها اكيد هي بتولد شعور بعدم الراحه، بعدم الارتياح. هذا الشعور بيخلي الشخص اقل تكيف مع ومرونة مع متطلبات الحياة والاستمرار بهي المتطلبات. تمام. من هنا ينشأ الضغط النفسي. أوكي. تمام. طيب
كيف انا بعرف في اعراض معينه، في قصص معينه ممكن تظهر علي على مدى الوقت تحسسني او يعني خلص اتاكد انه انا في عندي ضغط نفسي عم مر فيه او حاله نفسيه مو طبيعيه ممكن اكون عم مر فيها؟ تمام. هلا في مؤشرات، هلا في مؤشرات جسديه هي اللي بتكون بالمجمل كثير قويه وبتبين واضحه. من الاعراض الجسديه نحن بنعرف انه الضغط النفسي بيشتغل بيرفع هرمون اسمه الكورتيزول. هذا الهرمون بيشتغل على المناعه فهو بينقص المناعه، وبالتالي بيصير الشخص عرضه للاصابه بكثير امراض. من الاعراض الجسديه ممكن تصير هي ضيق التنفس، تسرع ضربات القلب، التشنجات الهضميه، تشنج الكولون، الصداع، بلش تظهر الرجفه، الخربطه الهرمونيه، بصير في خربطه بالدوره الشهريه عند النساء، بصير في الام عظميه وتشنجات، يعني الام الاسنان او الام الظهر او الام الرقبه، كلياتها هي نتيجه التوتر، مؤشرات نتيجه التوتر والضغط النفسي. هي بالنسبه للمؤشرات الجسديه. كمان في مؤشر كثير مهم جسدي ما بدي انسى اني اذكره، هو بيصير انه الشخص بيتردد كثير على عيادات الاطباء بدون ما يقدر يحدد الالم او الشكايه الرئيسيه. طبعا. يعني هو عم بيحس بالم بس وين وكيف وشلون ما بيعرف، فبتلاقيه من دكتور لدكتور بيزيد زياره الاطباء. يعني هي اذا الاعراض اللي قلتيهم يعني اغلبنا عنده عرض او عرض، فكله الحمد لله مضطرب نفسيا، ماشي الحال الحمد لله على كل شيء. خلينا نلاقي الحل، يعني عندنا مشاكل، اذا هلا بدنا نقعد نشرح كلياتنا عندنا ضغوط نفسيه ومشاكل، ولكن بدنا الحل. انا كيف ممكن اتعامل مع هي الضغوط لحتى ما اوصل لمشكله اضطراب؟ تمام. هلا انا راح اقول مجموعه من الاستراتيجيات اللي من خلالها يمكن نحن نقدر نتوازن او نخفف من الضغوط النفسيه. هلا مو بالضروره الانسان او اي حدا عم يسمعنا يقدر يعمل الكل، بس ولو جزء، يعني ياخذ فكره على اللي بيقدر بيستخدمه. هلا بدايه واهم شيء هو ممارسه الرياضه بانتظام. يعني دائما نحن بنقول الرياضه، وبعرف قد ايه في صعوبه عند العاملين والموظفين والامهات انهم يعملوا الرياضه، بس الرياضه هي يعني شيء، يعني مجال مفتوح، فينا نمشي، فينا نرقص، فينا نلعب ايروبيك بالبيت، فينا نروح جيم، في كثير قصص ممكن نعملها. تفريغ للرياضه عن جد. تمام. الرياضه بتنشط الدوره الدمويه، تنشيط الدوره الدمويه بيعزز من التقاط الهرمونات اللي هي معاكسه للقلق والتوتر. وبتفرغ ستريس، فبالتالي يعني هي مثل حبه مضاد قلق للرياضه. اي حدا فينا بيعرف وقت بيلعب رياضه عن جد وبيوصل لمرحله تنشيط الدوره الدمويه من بعدها بيحس براحه. صحيح. بيشعر براحه. فاولا ممارسه الرياضه. هلا اثنين ممكن نقول هو التعامل او المرونه بالتعامل مع الاخرين. يعني ما كثير هيك حملها بالضبط. هاي الكلمه يمكن اللي بنقدر انه توصف الحالة تمام. كمان فينا نقول انه من الاشياء اللي بتساعدنا على انه نحن نتعامل مع الضغوط غير ممارسه الرياضه، اتباع مثلا كمان حياه صحيه، لايف ستايل صحي، مثل انه نحن ناخذ قسط كافي من النوم. يعني السهر او خربطه نظام النوم بتزيد من الضغوط النفسيه. فانه نحن ناخذ قسط من النوم هو امر كثير مناسب. عدد ساعات كافيه من النوم. تمام. وعدد الساعات يكون ليلا يعني. تمام. يعني ولا يطلع الضوء لنحن نبلش نفكر ننام. تمام كثير هذا الموضوع. بناء روتين حياه ايجابي، يعني انه نحن نتذكر الاشياء اللي نحن عن جد كنا نستمتع فيها ومن جد نضل عم نقوم فيها ولو نحن مو جاي على بالنا. يعني انا مثلا بحب اشرب قهوه الصبح، اعمل طقس معين، بس انا لانه ضايق خلقي بطلت اعمله. لا، خلينا نحافظ عليه. الواحد يمكن مع الضغط النفسي بيصير عنده هيك فقدان شغف تجاه الاشياء اللي هو بيحبها، سواء حتى لو بيحب كان شغله، بيحب طلعه مع رفقاته او شيء، بتحسي خلص مجرد فات بدوامه الضغط النفسي طلع برا كل هاي الامور اللي كانت تحسسه يعني يستمتع فيها. فهي هون شو حلنا مع هالقصص يعني؟ تمام. هلا هي فقدان المتعه، نحن دائما بنقول انه السلوك بياثر على المشاعر، يعني هذا التأثير كثير واضح وحتى على الأفكار. صحيح. فنحن وقت بيكون سلوكنا سلبي، يعني مثل ما قلتي هو الميل للعزلة، كثير عم ننام، ما عم نهتم بحالنا، ما عم نحب نطلع، كثير هاي الأشياء الانسحابية هي بتعزز الضغط النفسي ومشاعر الاكتئاب والقلق. فإذا نحن بلشنا جبرنا حالنا أن نقوم بسلوك إيجابي مثل ما قلتي، طلع مع رفقاتي ولو مو جاي على بالي اطلع، يعني على مبدأ هذا اللي بيكذب الكذبة وبعدين بيصدقها بيمشي فيها،
خليني عم حافظ على هذا الطقس الايجابي بحياتي لحتى انا ما فوت بالدوامه او انا يعني يتفاقم معي الضغط النفسي. صحيح. فانا لا خليني طقوسي نفسها اضل عم بعمله ولو مو جايه على بالي، افضل من اني انا افوت بدوامه فقدان المتعه والاكتئاب وانخفاض المزاج والقلق. تمام، عهد كونه عم تحكي عن الايجابيه، خليني اخذ المنحى الايجابي، هل ممكن الضغوط النفسيه يكون لها فائده ببعض الاحيان؟ هلا اذا جينا نقول الضغط النفسي هو بالاساس قلق وتوتر. تمام، هلا اذا جينا نقول على مقياس من 0 ل 100 عم نحن من من بنعطي درجه القلق، من 0 ل 50 بنسميها توتر، وهذا التوتر هو بالعكس محفز للانجاز. يعني انا بس يكون عندي امتحان وتوتر فانا بدرس منيح وبسرعه، كلياتنا كنا قبل الماده بيوم ندرس اضعاف اللي كنا بندرسه شهر كامل مثلا. فهذا الموضوع طول ما هو تحت ال 50% فهو عن جد محفز على الانجاز وامورنا بالسليم. تمام، بس زاد عن ال 50% فتنا بالقلق، صار معطل، صار ما عم بقدر ركز، ما عم بفهم، بالعكس عم يكركبنا بدل ما يساعدنا. تمام، عم برجف، ما عم بعرف ارتب افكاري، ما عم انجز بشغلي، ما بتزبط اموري. اكيد كثير ناس يمكن بيضعفوا بهي اللحظه اللي ممكن يصير عندهم فيها ضغط نفسي، قلق، توتر او اي شيء، وبيتوجهوا للحل الاسهل اللي هو الادويه. يعني ببلشوا ممكن فلان بنعرف اخذ دواء مضاد اكتئاب فارتاح عليه بناخده دواء لحتى نقدر ننام و غيرها من الادويه. تمام، هذا الشيء شلون ممكن يكون انعكاسه خلينا نقول على الشخص ذاته؟ يعني تمام، هلا من خلينا نقول من وسائل التاقلم السلبيه مع الضغط النفسي الاعتماد على عادات غير صحية، مثلا خلينا نقول تناول المهدئات أو المنومات، الإفراط بالتدخين، الإفراط بكثير أشياء هي أصلا مضرة للصحة. هلا انعكاساته، أول شيء وقت أنا بدي أبلش آخذ أدوية بدون استشارة طبية ما بعرف قديش هي مناسبة لحالتي، أولا قديش هي بتعمل إدمان، ممكن تفوتني بحلقة إدمانية. يعني تفائم الموضوع سوء وأصير أنا حلة كثير أصعب. فالافضل اذا الانسان الشخص عم بيحس باعراض شديده عن جد مو قدران يتعامل معه يتوجه لاختصاصي نفسي او لطبيب نفسي لحتى يساعده باعطائه الاشياء المناسبه. يعني في انا بسمع كثير بعيادتي انه عم ياخذوا منومات هي لهم شهرين وثلاثه واربعه وهي تاخذ 10 ايام في حال الضروره فقط. تمام، هي ملك لهم الزبينات وهي الاشياء اللي هي اصلا بتعمل ادمان، مع انه موجود ادويه هي محرضه بس لهرمون النوم اللي هي الميلاتونين، كثير خفيفه وتوصف بدون ادويه يعني ارشادات طبيه ما بتعمل ادمان. تمام، اصلا نحن يعني سلوكيا معرفيا المعالجين النفسيين بيستخدموا قبل ما يوصلوا لمرحله الادويه كثير ارشادات سلوكيه بتساعد على انه يوصل النوم. نحن بنجرب بهدول الوقت اللي ما بينفعوا بنتوجه للطبيب. تمام، مثل ممارسه مثلا الرياضه، مثل تناول اعشاب معينه، مثل استرخاء، إنارة خافتة، موسيقى، استخدام تمرين الاسترخاء التنفسي كثير بيساعد على النوم، وهو من الأشياء اللي بتساعد على التخفيف من الضغط النفسي. بسؤالك مشلين أنه استخدام الاسترخاء، تمارين الاسترخاء جداً بتخفف من الضغوط النفسية. يعني تفاصيل كثير حلوة ذكرتي لنا إياها اليوم، عن جد هي تفاصيل صغيرة ممكن نحن نعملها وتكون لايف ستايل بحياتنا. يعني هيك نضلنا نجرب انه نحن، لانه غير هيك الواحد ما حيقدر يعيش يا جماعه، يعني غير هيك ما بتستمر. جربوا تطبقوها، جربوا شو عم بتقلنا عهد، بلكي الواحد بيقدر شوي يحسن من نفسيته ويخفف من الضغوطات النفسيه اللي عليه. شكرا كثير لك عهد، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي معنا عهد. يعني كمان في اشياء ممكن تبسطنا اوقات، الاكله الطيبه عن جد بتلاقي ممكن تغير لك المود تبعك. في ناس بتحب مثلا الشوكولاته كثير لما يكونوا متضايقين، ناس لا بتميل لاكلات اتقل بشوي، فصار وقت نحن نضل لعند الشيف تهامه، واليوم اكلتنا بركيك بتساعدنا شوي، بتفعلنا هرمون السعاده مثلا. يا صباح الخير، ان شاء الله يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا، وان شاء الله يا رب اقدر ارفع لكم هرمون السعاده بالاكلات اللي انا عم نقي لكم اياها كل يوم. انتم ما بتعرفوا قديش انا طول الليل بقعد بسهر لمخمخ لكم ونقي لكم اكلات عن جد اتمنى ان تنال اعجابكم. اليوم جبت لكم اكله صينيه،
يعني هو انا بعرف انه انتم ما بتحبوا الصينيين حاليا، بس هي الاكله طيبه. هلا حورجيكم اول شيء مقاديرها، هي اسمها كانتون الدجاج. راح احتاج من الخضره، هون عندي بصل كلياته بدي اياه جوانح، هون في عندي فلفله ملونه اورانج، وفي عندي اصفر واخضر، وبدي كمان جزر بقطع بهذا الشكل. بدي دجاج هون تقريبا شي نص كيلو، كمان قطعته شرحات. هلا للصوص انا راح احتاج معلقه من دبس الفلفله، معلقه نشا، معلقه كاتشب، مع تقريبا بدي اقول ربع كوب صويا صوص بيجي حلو. هون في عندي كمان ثوم مهروس، هاي بصراحة إضافة من عندي، هي الفليفة الحدة كتير يعني مو شوي. طبعا هأحتاج هون زيت للقلي. البهارات الوحيدة اللي هأحتاجها هي ملح، فلفل أسود، وبابريكا. وهون عندي سباكيتي. هلا أول شيء رح ننتقل عليه هو أكلة سهلة لذيذة ظريفة ما كتير بدها وقت، يعني هاي أكلة شو بدنا نعمل نقوم نلاقيها فورا. أول شيء رح نسقط المعكرونة سباكيتي، بس طبعا قبل رح نضيف زيت النباتي. وانا بصراحه بدي اياها مثل ما هي، انا ما راح اكسرها، هلا هي لحالها، هلا حاتركها هون. كمان حنزيدهم شوي، حبينا نزين لكم اياهم هيك الصبح عشان هيك تفتح القابليه هيك. بظن كافي، ما عاد بدنا كميه اكثر من هيك. رح خليها تقريبا كمان 10 دقائق لحتى تستوي. هلا هون رح نشوف، نروح على المقلايه، رح نضيف هون شويه زيت، رح اضيف معهم، شوفوا قديش سهله. رح اضيف الثوم قلي شوي، يعني هاي بصراحه هاي الاكله لعشاق اللي بيحبوا اكلات السباكيتي وما سباكيتي وهدول الشغلات، اكله طيبه ولذيذه يعني. هلا هون رح اضيف الدجاج عندي، انا بتمنى الدجاج يكون مقطع بهذا الشكل. طبعا فيك الست البيت تستغني عن الدجاج، يعني ممكن ما تعمل، بس انه حابه سباكيتي ممكن تعمل هي الطريقه، بس هي هي يعني بتشبع اكثر، بس هي مثل ما قلت فيها تعملها بدون شغلتين بس رح اضيفهم. طبعا اساسي هو الملح، فلفل اسود، وشوي من البابريكا. طبعا نكهات تانية شو بتحب ست البيت تضيف تضيف، بس هلا هي بصراحه ما بدها اكثر من فلفل اسود وبابريكا. ممكن بحبوا نكهه الكاري مع السباكيتي، ممكن شطه، ممكن كمون. هنرجع نحرك. هلا انا بصراحه بدي انطر عليهم هدول شوي لحتى يستووا، لحتى تنسلق عندي المعكرونه. بهذا الوقت رح نساوي انا وياكم الصوص اللذيذ تبعها. حاتركن كل شوي بدي احركهم تقريبا، يعني كل عشر يعني كل دقيقتين ثلاثه احركهم. مثل ما قلت دائما سر نجاح الدجاج واستواءه وما يطلع زنخه لا تغطي. هلا نحتاج هاي، شوفوا الصوص كثير سهل ما بده شيء. هون عندي تقريبا ربع كوب من صويا الصوص رح اضيفه. هلا انا بتمنى بهي الاكله ما تحطوا ملح كثير، لانه هي اجمالا الصويا صوص فيها ملح، هي اساسا مالحه كثير، يعني دائما اي اكله نحن ما نستعمل فيها الصويا صوص ما نحط ملح ابدا للاخير، لانه دائما بيغدرنا. هون رح احط معلقه كاتشب كبيره، معلقه شطه، انا بصراحه اليوم حطيتها حده، طبعا في شطه حلوه، مع معلقه من النشا، كورن فلاور، وكاسه مي فاتره. رح احركهم سوا. هلا انا بصراحه ما فيني كمل المراحل الثانيه الا لحتى يستوي عندي المعكرونه والدجاج، لهيك رح نشوف الدجاج بعد شوي. والله بده وقت، رح ارجع انا لعندكم بعد شوي بيكون استوى عندي الدجاج واستويت عندي المعكرونه، وشوفوا قديش سهله، يعني ما كثير اخذت وقت، وبرجع لعندكم بعد شوي لتشوفوا المرحله السهله اللي بعدها. ما قلتي لنا بس كم دقيقه اليوم؟ ليش؟ ثلاث دقائق. صاير معك شيء؟
يعني أنا صارت ترين، صاروا بيسألوني دائما على السوشيال ميديا كم هي دقيقة؟ كم دقيقة؟ هي بنقيكم هيك الوقت السهل دائما شمات. أنا بلعب بيقولوا عن النفسية، عرفتي كيف؟ يعني دائما أي حدا بده يعمل شيء يلا قوم صدقوني بدها شغل ست ساعات وبعدها بدها جلي شيء ساعتين ونص، بس إنه معلش بس إنه بنقلكم يعني عم نحسن النفسية هيك تتحمسوا شوي تقوموا هيك تعملوا لكم شيء طبخة على السريع مثلا. طبعا بعد هالطبخات الطيبين دائما بدنا رياضة، فالرياضة الصباحية دائما تعد من أفضل الطرق لحتى الواحد يحافظ على مستوى السكر بالدم طبعا، وهذا الشيء وغيره من الفوائد الثانية اللي بتكون أيضا للرياضة. يعني اليوم ضيفتنا ذكرت فوائد الرياضة وقديش ممكن نحن نخفف الستريس، كمان مرضى السكري من النوع الأول ممكن هنا كتير تساعدون، لأنه بيكون السبب هو إنه هرمون الكورتيزول بيكون بأعلى مستوياته الصبح، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم مستويات السكر بالدم. يسعد صباحكم، صباح الخير والرياضة. رح نبدأ اليوم تماريننا سوا. رح نبلش بنزل تحت، أخذ نفس فوق، آخر مدى ثبت فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبريح. رح أفتح رجلين مشطي لبرا، رح أنزل تحت وفوق، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وآخر مرة بطلع فوق. رح أنزل يمين ويسار، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هلا رح أمسك الوزن وأي شيء بيساعدني، بنزل وبطلع فوق، ثانية فوق، ثلاثة أربعة خمسة، ظهري مشدود عم أخذ نفس، ستة سبعة ثمانية، آخر ثنتين، آخر مرة وبريح. بأخذ نفس وبنزل لتحت على الفرشة، من فوق رح أطلع مع الوزن بثبت ثواني بسيطة فوق وبنزل، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وآخر واحدة فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، بريح. بأخذ نفس وهلا مكاني رح أنزل هون واللي تحت، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة، الجهة الثانية واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وآخر مرة. ريح. وهيك بكون خلصت تمرين لليوم، بشوفكم بكرة، باي باي. صار وقت نبدا معكم بفقرتنا الطبيه. طبعا الاصابه بمرض معين معناها الاستمرار بمراجعه الطبيب المختص، ونحاول يمكن قدر المستطاع من خلال الوقايه من ان نوصل نحن لمرحله انه تتفاقم الحاله ونعرف كيف نعالج المشكله الصحيه يلي بتكون يعني اصابتنا. طبعا من بين الامراض الدمويه اللي ممكن تصيب اي شخص هو مرض التلاسيميا. الله يبعده عن الكل يا رب، لحتى نعرف اكثر عن هالمرض وكيف ممكن، هل ممكن انه هي تم الوقايه منه، وشو هي اهميه فحوصات ما قبل الزواج. يعني هذا الموضوع اليوم كثير رح نتوسع بالحديث عنه، كونه مرض التلاسيميا اساسه هو زواج الاقارب او وجود مورثات. صارت معنا باستوديو صباح الخير الدكتوره رندا عوامي، اختصاصيه بامراض الدم. صباح الخير دكتوره. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي معنا دكتوره. بداية خلينا نحكي وهيك كتعريف، خلينا نقول عن التلاسيميا، نحن شو بنقصد بالتلاسيميا؟ هلا إذا بدنا نحكي بشكل مبسط، التلاسيميا واحدة من أمراض الدم الوراثية. اضطراب جيني أو مورثي بيأثر على تركيب عنصر أساسي موجود بالكرية الحمراء، سبق وحكينا عنه قبل هلا، هو الهيموغلوبين. أي اضطراب بسلاسل البروتين اللي بتشكل الهيموغلوبين بتعمل لي مرض التلاسيميا، الجين طبعاً الخاص بمرض التلاسيميا. بيؤدي لمرض التلاسيميا يلي هي انماط. تمام. فهو مرض وراثي، لذلك نحن كثير مهتمين فيه حاليا. تمام. يعني مثل ما ذكرنا انه تحاليل الزواج يمكن هي من اهم الاشياء يلي ممكن يعملوها اي شخصين مقبلين على الزواج، لحتى لا سمح الله اذا في شيء يكون في وقايه من انه يصير مع الاولاد مشاكل كثير كثير. رح نتعرف اكيد عن هي التفاصيل. هل بيختلف المرض بين الانثى او الذكر ولا هو؟ لا، هي وراثه ما لها علاقه بالجنس نهائيا. فالذكور والاناث نسبه الاصابه والاعراض نفسها، ما لها علاقه، ما في فروقات بين الاثنين. طيب دكتوره، نحن عم نحكي عن التلاسيميا، بنسمع انه في تلاسيميا كبرى وتلاسيميا صغرى، شو هو الفرق بين الاثنين؟ هلا اذا بدنا نحكي بشكل مبسط، التلاسيميا نمطين، تلاسيميا الفا وتلاسيميا بيتا. الفا نفسها اربع انماط، ممكن تكون صامت، ممكن تكون ناقل باشكالها الثانيه. تلاسيميا بيتا اللي هي المعروفه كثير عند الناس، اللي بيقول تلاسيميا قاصد تلاسيميا بيتا، كمان هي ثلاث انماط مبدئيا، الخله التلاسيميا الصغرى والتلاسيميا الوسطى والكبرى. كثير في فرق بالاعراض وكثير في فرق بالمشاكل اللي ممكن تصير عند الشخص بين الصغرى والكبرى. اذا بدنا نحكي بشكل مبسط، عاده التلاسيميا الصغرى بتمرق على شكل بس اعراض لفقر دم. يعني الشخص بيكون قد يكون حامل للتلاسيميا وما نو عرفان، ما نو عرفان، يمكن شوي خضابه شوي نازل، بتلاقيه عم ياخذ لحاله مقويات، اذا ما راجع طبيب اخصائي ما بينكشف. التلاسيميا الوسطى لا، بتبلش شوية أعراض التلاسيميا تصير واضحة، سواء بالشكل أو فقر الدم اللي بيكون مانو خفيف بده معالجات. التلاسيميا الكبرى أتصور أنه كتير ناس صارت تعرفها من شكل المريض، في عندي تبدلات شكلية بالشكل، بالوجه، بالوجنة، بالإيدين، نقص نمو، فقر دم شديد، له كثير مشاكله اللي بدنا نحكي عليها اذا حبيت. تماما. يعني يمكن في مضاعفات كثيره كمان بتكون لاحقا بحال يعني ما تتم العلاج بشكل صحيح او ما تلحق، خلينا نقول. تمام. بشكل صحيح. هلا التلاسيميا الصغرى اكبر مشاكلي انه ممكن الشخص اذا لوحده ما راجع طبيب لحاله ياخذ مركبات، وعاده الشائع مركبات الحديد. فهي مو بس ما بتفيده، بتضره. اوكي. فحكما لازم يكون تشخص لحتى نعرف كيف يتعالج. التلاسيميا الكبرى اللي هي المأساة بمضاعفاتها، فقر الدم اللي بيحتاج نقل دم متكرر مرتين أو ثلاثة شهريا، نقل الدم المتكرر بصير في عندي ترسب لمركبات الحديد بكثير من أعضاء الجسم، الكبد، القلب، الدماغ، الغدد الصماء. الكريات الحمر نفسها بالتلاسيميا الكبرى بيكون عمرها قصير، بتزيد من تراكم الحديد، بصير في عندي نقص بعنصر مهم اللي هو الفيتامين بي 9،
ممكن يصير في عندي مشاكل قلبية، فمشاكلها كثيرة التلاسيميا الكبرى المضاعفة. تمام. يعني هي بما يخص يمكن الأعراض هلا كنا ذكرنا، إذا بدنا نحكي بس نحن من أي عمر ممكن تبلش أساسا تظهر هي الأعراض يعني أو نلاحظ وجودها؟ يعني كونه مرض وراثي فمنذ الولادة الشخص حامل للإصابة. بس إمتى بتبلش الأعراض؟ عادة بعد عمر سنتين، في عنا من الولادة لعمر سنتين في عنا خضاب اسمه الخضاب اف، هذا بيغطي شوي على الأعراض. تمام. وقت اللي بيتراجع الخضاب اف بشكل طبيعي بيتراجع بلش تظهر عندي الأعراض عمر السنتين. والتلاسيميا الكبرى ممكن من بعد 6 شهور يلاحظوا الأهل إنه الشخص أو الطفل هذا عنده تلاسيميا كبرى. تمام. دكتورة كيف بيتم تشخيص الحالة ما بين تلاسيميا صغرى ومتوسطة مثل ما ذكرتي أو تلاسيميا الكبرى؟ يمكن هي أكثر شيء واضحة الأعراض، ما بدها إنه دغري الطبيب ممكن هو يكشف إنه في مشكلة تلاسيميا كبرى، ولكن الصغرى والمتوسطة هل في تحاليل معينة نحن ممكن نعملهم نعرف إنه عندنا هاي المشكلة؟ طبعا حضرتك عم تحكي على تلاسيميا بيتا بس بنفس الوقت تلاسيميا ألفا نفس الشيء. هلأ التحاليل، في عندي تحاليل بنسميها نحن خط أول أو تحاليل إرشادية. شو هي؟ أنا بعمل تعداد كريات شامل للدم اللي بتتضمن الكريات البيض، الخضاب، الصفيحات. في عندي نقص خضاب طلع على الشخص، الكريات الحمر قديش عددها، في عندي مشعر اسمه المناسب الكريات الحمر بشوفها، يعني هي عندي هذا تحليل موجه بعمله للشخص لطاقة دم محيطية. فأنا من خلال قراءة لطاقة الدم المحيطية وأشكال الكريات الحمر اللي موجودة فيها أنا فيني أتوجه أنه هالشخص قد يكون حامل لمرض التلاسيميا. هي عم بحكي على التلاسيميا الصغرى. الكبرى ما بتخبي حالة نهائيا. تمام. لا بالشكل ولا حتى على اللطاقة أو بالتعداد. نرجع للصغرى، الوقت اللي بشوف تحاليلي الإرشادية وجهتني أنه قد يكون عنده تلاسيميا، في تحليل اسمه رحلان الخضاب الكهربي. هذا التحليل شبه واسم انه بشخص لي التلاسيميا سواء كانت الصغرى او الوسطى او الكبرى. هذا التحليل نفسه اللي بينعمل هو نفسه اللي بينعمل تحاليل الزواج. تمام. هي اللي بنسميها نحن تحاليل ما قبل الزواج. ليش نحن لازم نساويها؟ لانه قد يكون احد الطرفين حامل للتلاسيميا الصغرى. هون ما بتصير في عندي مشكله كبيره. صحيح. ممكن يجي الولد مثل امه او مثل ابوه. تماما. بس اذا كانوا الشخصين حاملين للسمة هون ببلش عندي ممكن يجي ربع الاولاد، الربع تلاسيميا كبرى، عندهم تلاسيميا وسطى او كبرى حسب نسبه الاصابه عند الطرفين. تماما. تماما. يعني مثل يمكن ما كنا حكينا تحت الهواء انه عن جد الموضوع ممكن يكون صادم بالنسبه للطرفين اللي هن عم يعملوا تحاليل الزواج، وفي ناس يعني ما بتتقبل هذا الموضوع يعني للاسف. فبدنا من حضرتك دكتوره انه تتوجهي لهدول الاشخاص تحديدا اللي ممكن يعني بعيد الشر يعني انه يصير معهم هاي، يمروا بمثل هيك موقف خطورته لبعدين. يعني الواحد بيفكر باللحظه الانيه ما بيفكر لبعدين. انا ما رح اتخلى عن هذا الشريك، ما بقدر لي عمر انا وياه، لا اكيد رح اخذه لو شو ما كان. بس انت شو عم تاذي لقدام؟ شو عم تاذي بالولاد يلي رح تجيبهم؟ هلا انا لقلك ما بخفيك، امبارح يعني مستوى الدموع يلي شفتها قلت لهم قد ما دمعت هلا احسن من بعدين. تمام. لانه وقت اللي بلاقي انه ممكن يجي طفل عنده تلاسيميا كبرى هلا بجوز ما يحس الواحد شو معناها، بس هي حقيقه مأساه. مأساة للأهل ومأساة للمصاب. يعني الأهل بده يقضي عمره كله مع هالطفل بالمشافي، بين نقل دم، بين خالبات حديد، بين وقاية من الأمراض اللي ممكن يضطر استئصال طحال، يصير عنده في نقص مناعة، ممكن يتعرض لكسور الولد، ممكن يعني في عندي كتير مشاكل بيتعرض لها الطفل هذا لبين ما يكبر. يكفي إنه الشكل يوحي بالتلاسيميا الكبرى بين أقرانه، فشل النمو، يعني فشل انه بيطلع بيلاقي رفقاته كلهم صاروا كبار وطوال، هو لا. وقت بيكون طفل ما بيستوعب ليش لا. فهي مأساة للولد نفسه ومأساة للأهل طبعا. فأنا بشوف مستوى دموع عندي بقول لهم دموع هلا لانه حتكون اكثر من 10 اضعاف او 100 ضعف بعدين. دكتورة بيجي ولد، ما في اي حل للوقايه؟ اي حل يعني طفل الانبوب مثلا واحد من الحلول ممكن يكون؟ هلا طفل الانبوب ما انت حتاخذي من الاب الشيء. تمام. او من الام. تمام. نفس بس ان ذكرتي حضرتك انه ربع الاطفال قد يصابوا بتلاسيميا كبرى، هي ما بتنكشف لبعد ما يتخلق الولد. تعملي له تحاليل ما بيبين قبل، ما في وقت يكون لسه. وخاصه انه هلا المشكله الاكبر عندنا انه الحل النهائي هو زرع نقي او زرع خلايا جذعيه. زرع تحليل مكلف، اجراءاته مو سهله، وما مو كل الأشخاص ممكن ندخلهم تحت نمط الزرع، فمشكلة كبيرة. فنحن بنقول لهم هلأ وقاية إنه يمنع الزواج. أحياناً بنضطر نقول لهم إنه لا، نحن بنعطي رأينا الطبي إنه لا،
وهن الأحرار، بس نحن بنكون عملنا اللي علينا ونبهنا إنه في مشكلة ممكن تصير كبيرة. يعني يا رب هيك الصحة والسلامة يا رب تكون دائما للجميع. شكرا كثير لوجودك معنا دكتورة ولهالمعلومات اللي خبرتينا. يعطيك ألف عافية دكتورة، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباح الخير عن جديد، ورجعت لكم بأكلة صينية طيبة يعني بغض النظر، جد كثير لذيذة وعن جد بتمنى الكل يجربها. هي حأرجع عيد لكي اللي مشان ستات البيوت اللي فاقوا هلا. أول شيء أنا كون هون عندي في جاج تقريبا شرحات، بس حطيت ملح وفلفل قليته بهذا الشكل، وتقريبا هلا بدي أرجع شعل تحت منه الغاز. وشوفوا هون شو عندي كمان هون بغيابكم، بس سلقت المعكرونة السباكيتي هلا ممكن بدي احتاجها. هلا المرحله الثانيه هي التطبيق، يعني انا قبلكم يعني بغيابكم ما صار شيء، بس قلينا الدجاج وهون عندي المعكرونه سلقتها. هلا حيبلش تطبيق الاكله، وعن جد اكله ما بتاكل اكثر من ربع ساعه. هلا هون في عنا فليفله حده، طبعا هي خياريه بتحب تحطها او لا، هي بترجع لست البيت، بس انا اليوم عبالي حد لهم اياها اليوم للشباب وللصبايا، ما اعرف اذا بياكلوها او لا. بس هو دائما يعني هاي الأكلات إذا ما كان فيها حد ما بتطلع طيبة، وهو أساساً بتعرفوا إنه الحد هو بيساعد بالصحة كتير، يعني اللي بياكل حد يعني كتير بتقي من أمراض. هاي أعطيتكم معلومة مجاناً عند الصبح. هلأ هيك رح نضيف هون بصل جوانح، شوفوا قديش سهلة. هلا انا بالنسبه لي سهله، ما بعرف وانا نايمه بقطع يعني خضره، ما عندي مشكله فورا بقطع. في ناس عندها مشكله بتقطيع الخضره، بقى ممكن تلاقيها صعبه. هنقوي، حنضيف الفليفله الاورانج والفليفله الملونه اللي هي الصفراء والخضراء مع الجزر، وحنقلب. بس شكلنا رح نغير الطنجره هلا. نخليهم يتقلوا منيح، لأنه أنا عندي الجزر أكثر شيء بياخد استوى يعني بده وقت. طبعا أنا بهرته، ما بدي بهر شيء، حطيت بس ملح وفلفل على الجاج وبابريكا بس. بس مثل ما قلت ست البيت بتحب تتفنن دائما، في نكهة هي بتحبها زيادة فيها تضيفها. هاي مني حطيت لكم اياها، أنا عم بتعذب فيها للطنجرة بس مشان يبين معكم الطريقة والأشكال والألوان. بتفتح القابلية اللي حتشجعك هلأ نطي على المطبخ وتعمليها، بالذات إذا ما عندك كتير وقت. يعني هلأ كمان بغيابكم انا شو عملت هون، هون ضفت ربع كوب صويا صوص، ومع معلقه كاتشب مع معلقه شطه ومعلقه نشا وكوب مي فاتر، وحركتهم بهذا الشكل. هذا هو انا الصوص اللي بدي اياه. بس انا قلت قبل شوي انه بتمنى وقتنا نستخدم الصويا صوص ما نستعمل ملح، واذا استعملنا ملح شيء بسيط لانه الصويا صوص مالحه بشكل. هلا حنقيمها ونضيفها. الله الريحه، حاسه الصين انا وصلت لعنا لهون. بس هي شكلها بدها هي، بتعرفوها هي المعلقه الخشب اللي هيك، هي هيك بدها تتاكل، انا هيك شفتها بصراحه. بس يلا ناكلها بالشوكه نحن. حنتركها شوي لحتى تغلي. بصراحه بدنا نكبر الطنجره. حضيف هون المعكرونة، صراحة مو كلهم رح ضيفهم، رح شيل منهم شوي. وهيك تمام، هدول ممكن نعملهم بلبن كمان طيبة ولذيذة. هنشعل هون الغاز، شعل، هنستنى شوي لحتى تغلي. هلا ما صفي عنا غير شغله وحده، اني انا
هذا الخليط قيمه وحطه فوق المعكرونه. هو لازم كان المعكرونه فوقهم، بس بما انه طنجره صغيره حنرجع نقلبهم هيك. وتقريبا مو تقريبا بصراحه هيك صارت اكلتنا، تحتاج بس شغله 5-6 دقائق على الغاز انها تستوي ويعني الخطره شوي تدبل، وهيك بتكون صارت اكلتنا اللذيذه الشهيه الصينيه جاهزه يا صبايا. يعني غير شكل، انا بحب التشاينيز بالاكلات الطيبين. وصلت الريحه يمكن. هلا بتصفي انت وياها جنب بعض وانا بتفرج عليكم. طيبين طيبين هدول. بس بتعرفي شو اكتشفت آية؟ شو اكتشفت؟ في بالمطبخ هدول المعالق الصيني. في منهم هلا انا وياكي. والله ونزلت ستوري. انا بدي شوكه هيك تعطيها علي. يسلموا ايديك شيف. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافيه. الله يعافيكم يا صبايا. طبعا ما في شك بانه بتتميز اغلب المناطق السوريه غير الاكلات الطيبه اكيد كمان اللي عندنا، كمان في عندنا العديد من الاماكن. طبعا اوقات بتكون الاماكن مقدسه حتى واماكن العباده، والشيء اللي بيميزها دائما هو قدم وتاريخ هي الاماكن. تماما آية. وبمنطقه النبك بريف دمشق في واحد من أقدم المساجد بسوريا، وهو مسجد الخان الأثري، ويلي بيعود تاريخه لمئات السنين. كاميرا صباح الخير زارت هالمسجد ورجعت لنا بالتقرير التالي. خلال زيارتنا لمدينة النبك توجهنا لأحد أبرز معالمها الأثرية، وهو جامع سنان باشا المعروف بجامع الخان، من أقدم مساجد النبك. كان قائم من زمن بعيد وبجواره خان قديمة. التقينا بالباحث التاريخي الأستاذ موفق بحبوح وخبرنا أكثر عن تاريخ الجامع. جامع سنان باشا بناه المهندس سنان باشا حسب معرفة أهالي النبك والقلمون، وهذا الموضوع خطأ، فالذي بناه والي دمشق صالح باشا المرستاني عام 1074 للهجرة. هذا المسجد كان يتبع لخان النبك. خان النبك كان من الخانات القديمة على طريق القوافل التجارية في دمشق. كان في هذا الجامع بئر ماء، المصلين يتوضؤون في بئر الماء الذي كان في بحث هذا الجامع. الجامع كان يتبع الخان القديم الذي تم تهديمه عام 1964 للأسف. الخان كان عبارة عن محطة للقوافل التجارية. بناء الجامع البناء الأثر القديم، مبني تحته قبة حجرية وقناطر عديدة، ومئذنة حجرية قديمة من أقدم مآذن النبك. وكان موقع الجامع قديما خارج مدينة النبك قريب على الخان كان، والآن أصبح في منتصف مدينة النبك.
صباح الخيرات عن جديد. وصلنا للفقرة اللي بينتظرها الكتار يوم الاثنين لحتى نعرف أخبار كثيرة عن عالم الفن وشو عم بيصير بالكواليس وبرا الكواليس ودخليس مع هدى. صباح الخير. صباح الخير. صباح يا هدى. صباح الخير. كيفك اليوم؟ نشكر الله الحمد لله. أخبارنا اليوم لكي أخبارنا يمكن حصيلة الأسبوع بتكون دسمة خليني أقول وأنا بحاول كمان. مشكلة أكيد محلي عربي وأنا بحاول خلال هاي الفقرة أو هالدقايق اللي بتكون معاي ضمن هاي الفقرة أني أشرح شو عم بيصير من التنين الماضي لليوم. وأكيد ما فيني أبداً أتجاوز يمكن أسوأ خبر أو من أكثر الأخبار يلي كانت سيئة خلال الأسبوع الماضي يلي هو رحيل نقيب الفنانين زهير رمضان. الله يرحمه. نحن الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر كل محبيه وجمهوره وحتى زملائه، لأنه بهي اللحظة خلص بتروح الخلافات. يمكن اسم الفنان زهير رمضان كان مسيطر خلال الفترة الماضية على كثير من أخبارنا سواء كان سلبي أو كان إيجابي، ولكن كان في مشاكل وفي كثير من الناس كان في معاها مشاكل. صحيح. مع الفنان زهير، ولكن خلص بهي اللحظات أو بهي الوقت ما عاد فينا نذكر غير الشيء الإيجابي غير الأيام الجميلة. نحن خلال برامجنا بقناة سماحة وانا نغطي لكم كل التفاصيل سواء كان بتشيع جثمانه من دمشق للادقية، وأنا بحلقة استوديو الخميس الماضي عطيتكم جزء من اللي صار بدمشق. اليوم حبيت كمل شو صار باللادقية وكيف راحوا الفنانين لهنيك، وحاولنا ناخذ لقاءات مع عدد من الفنانين من اللادقية وقت تشيع جثمان النقيب زهير رمضان. خلونا نحضر هالتقرير سوا وبرجع حتى أكملكم أخباري. الله يرحمه وإن شاء الله مسكنه الجنة. خالد بقلوبنا، مسيرة فنية كبيرة، شخص كبير، شخص مثقف، شخص بيفهم كتير، شخص بيعرف كتير لقدام، شخص استثنائي بمشروعه الإبداعي بمشروعه الإداري إن كان في مجلس الشعب أو في نقابة الفنانين أو في الاتحاد العام للفنانين العرب. في عالم الأخوة زهير كان مبدع، في عالم الصداقة كان مبدع، كان صاحب حضور دائم، لكن عزائنا مثل ما قلت ما تركه لنا، الرحمة الروح. الله يرحمه الأستاذ الكبير الفنان الكبير زهير رمضان، قامة من أهم قامات سوريا بالفن وبالإدارة، راح يضل بوجداننا وبقلبنا وبعقلنا وبروحنا لأجيال بآثاره المهمة اللي تركها عبر تاريخه الفني. فقدنا حدا مهم يعني، والفقد بطريقة يعني مفاجئة بتوجع بدون تمهيد. زهير حدا يعني كان بيخصنا إنسانيا وفنيا وعامل كتير على كل المستويات. بنعزي عائلته وزوجته، بنعزي الفنانين والناس كلها محبين أستاذ زهير. الموت حق بس الفقدان موجع جدا، خصوصا لما بيكون إنسان مثل زهير رمضان، إنسان كان قريب كان حاضر بكل وقت معنا كلنا وما قصر مع الكل. رحمة لروحه أكيد. طبعاً كان يوم الجمعة والسبت والأحد الماضيين كانوا التعازي باللادقية، واليوم الاثنين والثلاثة بدمشق للأشخاص اللي الله يرحم روحه ويجعل مثواه الجنة. يعني قديش حلوة هاي الكلمات الطيبة من الفنانين بالرغم من كل المشكلات يلي ممكن تصير بين أي فنان وفنان، وخاصة وقت يكون الفنان بمنصب إداري طبعاً. فهو ممكن يصير مشكلة، ولكن عند الموت كل شيء ينسى. وهي دول الأشياء اللي عم تنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي جدا سيئة. خلص هون في موت، يعني في نهاية حياة لشخص، الخلافات كلها تنكب بالنهاية. هدول الفنانين هن
درسوا سوا بالمعهد، طلعوا سوا، كبروا سوا، صاروا نجوم مع بعض. صحيح. في خلافات اوكي، بس هذا العمر كله ما بينتسى تماما مشلين، وهذا اللي ذكرته بهي اللحظه ما عاد فيك تقولي غير الله يرحمه. الله يرحمه تماما، فالله يرحمه ويصبر عائلته ويجعل مثوى الجنه. ولكن الحياه بدها تمشي، وخليني اقول هيك الاخبار الفنيه ما بتوقف عند رحيل الفنان، بالعكس يمكن بيضل بس شخص يفقدوه، يعني مثل امبارح كمان فقدنا شخصيه الله يرحمها هي الفنانة سهير البابلي. بتحسي في دافع أكثر إنه لا بدنا نعطي، لا بدنا نعمل لسه فن، لا بدنا نعطي جيل لحتى يكملوا هالرسالة يلي مسكوها هالأسماء الكبيرة يلي رحلت عن عالمنا. خبر التالي هو فنان حب قبل ما يرحل عن هالعالم إنه يقدم مسيرته بفيلم وثائقي، أكيد عم بحكي عن سلطان الطرب جورج وسوف وفيلم الوثائقي مسيرتي. هذا الفيلم بلش من الأربعة الماضي، هنن عبارة عن 8 حلقات، فيلم وثائقي بيحكي عن حياة جورج وسوف ب 45 سنة. ولكن يلي بدي ضيف لكم يا اليوم هو أكيد رح يتم عرضه على منصات الإلكترونية. كل يوم أربعة حيتم عرض حلقتين، والأربعة الماضي نعرض جزء، نعرض حلقتين. طبعا أول حلقة أو أول شيء بنسمعه بهذا الفيلم بأول حلقة هو ليلة وداعك بكية النايات، بهاي الأغنية بلش جورج وسوف هذا الفيلم الوثائقي، وقال جملة هي اللي اليوم بدي هيك نشرحها سوا ونحكيها سوا. قال قبل ما روح أنا حبيت خبركم عن هالخمسة وأربعين سنة. هذا الحكي دليل أنه عم يتقدمنا بهالفيلم الوثائقي شيء جديد نوعا ما. نحن بنعرف الأفلام الوثائقية بتتقدم بممثل، ما بيكون في ظهور للفنان سواء كان عايش أو راح عن عالمنا أو توفى. فلا، جورج وسوف رح يقطع خلال هالثمان حلقات وهو يخبرنا القصة بصوته بشكله، حتى أنا جايبت لكم مقاطع من أول حلقتين. للصراحة الفكرة كتير جميلة، وحتى هدول الصور يلي شايفينهم مثل مشايفين أول ما بلشوا أنه في فيلم وثائقي عن جورج وسوف، كل قال أنه أكيد حيكون في نجم معروف يقدم هذا الشيء. الجميل أنه ما أنه نجم معروف، وهذا أكيد الرأي الثاني من النقاد، لأنه يمكن حبوا القائمين على هذا الفيلم أنه نحن ما بدنا نعمل باسم يعني حدا فنان عظيم مثلاً أو معروف يروج للفيلم. اسم جورج وسوف مين ما قدمه كيف كافي. ما كانت كان صحيح. كافي تماماً. وفعلاً الشخصيات الثلاثة كأنه جورج وسوف شبه هذا. طبعاً الطفل حقلكم الأسماء سليم حايك، عن جد أول ما شفت الصورة هذا أنا عم بتطلع أنه هي صورة جورج وسوف قد كان صغير ملونة ومعدنة، وعن جد مشلين مو بس بمرحلة الطفولة والشباب حتى بمرحلة الكبار. طبعاً سليم حايك هذا الطفل الصغير اللي هلأ أكيد رح نسمع سوا، عامر فياض بمرحلة الشباب، وفريد توفيق مو طبيعي الشبه، يعني مثل ما بنعمل كذب شو بيجبه كذب الشبه. وفعلا هذا اهم عامل باي فيلم وثائقي بيتقدم، هو شرط ايه طبعاً. يعني نحن حتى نحن ايام الجامعه درسنا هذا الشيء، انه شرط يكون اي فيلم وثائقي يكون في شبه بين الشخصيه اللي عم تحكي عنها والشخصيه يلي رح تتقدم. خليني نحضر انا وياكم هدول المقاطع سوا. أوكي. نشوف لوين صرنا باول حلقتين من مسيرتي لسلطان الطرب جورج وسوف. شو حلو يعني عن جد كثير حلو، وبصراحة العنوان العريض يمكن أنا من المتابعين لأخبار الفنان جورج وسوف، بتطلعوا هيك عليها من برا بتقولوا أكيد فيها سلبي أكثر من إيجابي، ولكن الجملة اللي كانت مطمنة إنه لا، هي مسيرة مثل كل المسيرات الإنسانية، خليني أقول فيها حب وفيها كره، فيها غلط وفيها صواب وفيها مرض للأسف. كيف رح يقدموا لنا هالثمان حلقات هي المسيرة أو 45 سنة كيف ممكن تتلخص بثمان حلقات؟ اكيد يمكن انا ومثلي كثار حابين نحضر هذا الفيلم ونشوف شو أكيد. النهايه وشوقتينا كثير كثير يعني. حلو حلو ليكي، بغض النظر عن الحديث يعني الصوره تكفي، صوره عم تحكي عن اخراج جيد، عن تصوير جيد، وعن عامل خليني اقول او فيلم متكامل للصراحه. صحيح. فكيف اذا عن جورج وسوف؟ حكمها الاخباري لليوم، يعني يوم السبت الماضي كمان صار في مهرجان جديد، هو مانو لأول مرة أكيد، هو مهرجان نجم العرب بالقاهرة، وتم تكريم مجموعة من الفنانين. أنا جايبت لكم صراحة مثل هيك بوستاتهم على السوشيال ميديا كيف بيخبروا جمهورهم أنهم حصلوا على الجائزة. أول شيء الفنان عاصي حلاني أكيد أخذ مهرجان أفضل مطرب، بالإضافة لأحمد العوضي أكيد عن دوره باللي ملوش كبير بمصر، والفنانة نوال الزغبي، بالإضافة للفنان قصي خولي، وفي كثير من الفنانين المصريين والعرب اللي تكرموا بنجم العرب بالقاهرة. ولكن أنا تحديدا ليش حبيت أحكي لكم شوي عن أحمد العوضي، رح أرجع أكيد كمل لكم عن قصي خولي وكيف احتفل بهذا الموضوع. هذا أول ظهور لأحمد العوضي بعد ما مرضي
الست ياسمين عبد العزيز حب يطمنا عنها وقال هي صحتها كثير منيحه وكثير الناس بتحبهم سوا، هن الناس صحيح في فارق بالعمر حلوين ايه حلوين كثير مع بعض. اما بالنسبه للفنان قصي خولي ما له تكريم جديد ودائما بيورجينا قديش هو سعيد بهالتكريمات، يعني بصراحه هاي السنه عن دوره ب 2020 ودوره كمان اذا بدنا نحسب 5.5 عم يحصد، يمكن ما في مهرجان عربي اقيم بالوطن العربي الا وكان قصي خولي مذكور ضمن الناجحين. وانا جبت لكم صراحه مجموعه من الستوريز يلي عم بيعبر منها قصي خولي قديش هو بحب التكريمات وقديش هو سعيد بانه العالم عم بتحبه، بالاضافه ل بصراحه فيديو كان كثير ترند اليومين يلي مضوا هو كيف التقى قصي خولي ونوال الزغبي بنجم العرب. أوكي. شفتوا شيء؟ انا لا. اوكي هي انا مشان اذا ما كثير ما شفتي شوفي عنا ما عرفتي لحالك لا اذا ما شفتوا اكيد انا مشان تحضروا عن جد اكثر فيديو كان كثير منتشر على السوشيال ميديا خلال يومين يلي مضوا، خلونا نحضر سوا. افضل ممثل عربي النجم الكبير قصي يعني أنا يلي بصراحة هو لقاء مثل كل الفنانين، ولكن يلي كان كتير حديث العالم على السوشيال ميديا أنه ياي عم بينزلوا مع بعضهم، وفعلاً بنفس الوقت نزلوا صورهم على صفحاتهم على السوشيال ميديا وعبروا عن محبتهم، يمكن ما بيشوفوا بعض ولكن هذا الشيء طبيعي قدام كل العالم، ولكن العالم روح قلبة تحكي يعني شيء بينحكى وما بينحكى. شو حبوا بعض مثلا؟ ليه مثلا بيعملوها مو هن بيعملوها العالم على السوشيال ميديا تمام. فكان اللقاء كثير عادي وكثير راقي خليني اقول، فعلا كان في محبة متواجدة بيناتهم وبصراحة مع كل الفنانين، يعني حتى الفنانين المصريين الشباب تحديدا لأنه في كم كثير كبير من الشباب تكرم بنجم العرب، كان في حب باين وكان في هيك فرح بالنجاح. بحبشتي دورتي في شيء اثنين مرتبطين شغلة هذا باستوديو هذا بضحكي كثير فخليني استوديو معي وقت. اما هلا اكيد حكملكم باخباري لليوم. من فترة من يومين تحديدا انتشرت مجموعة صور للفنانة هيفاء وهبي على السوشيال ميديا مع هيك شباب وراها جميلين، يعني رح برر الكلمتين دغري جميلين لانه بعد جمالها لهيفا لهيفا ما حد بتشوفي لا ورا ما بتشوفي ولكن لبرر لك هدول الشباب يلي خلونا نحضر الصور سوا. هدول الشباب هن من فعاليات الحفل يلي رح ينعرض قريبا على الشاشات الفضائيه يلي هن ملك جمال لبنان، فهي كانت مترأسه اللجنه وهذا الشيء مو اول مره بتعمله بصراحه هيفا وهبه، وقالت انه هي كثير سعيده بهذا خليني اقول بهي الخطوه، ولكن يبدو فيها شيء جديد ومختلف، انه يمكن في شيء جديد بطريقه عرض ملك جمال لبنان، يمكن في جديد بطريقه خليني اقول كيف عم يختاروا ملك جمال لبنان، لانه هي يعني تركت لنا كثير هيك الجمله مفتوحه انه في شيء جديد بهذا الموسم وحنهدي لبيروت، يعني ما بتعرفي حلو بتحسي انه في سسبنس في تشويق، وحتى هيك كيف متصورين او كيف انتشرت هاي الصور يعني يبدو في شيء مختلف، فنحن اكيد ناطرين هذا الشيء. واكيد ما فيني ابدا اتجاوز كيف طلت بحفله بدبي مع وائل كفوري اللي كانت ترند هي وشعرها وميك اب والمكياج، حتى بهدول الصور مثل دائما حتى بهدول الصور يعني لابسته كثير مناسب للمكان. اخر خبر معي لليوم هو عن الفنانه بلقيس، يعني خليني اقول هيك صار لها 3 شهور 4 شهور ابدعها يعني عن جد ما في اسبوع ما في خبر ما في بلقيس تماما. وبصراحه هلا بلقيس وصلت لهوليوود، يعني اخذت جائزه بالضبط هي جائزه ميوزك اوورد اكيد HMMA عن فئه مطربي العالم فنانه مستقله. طبعا هيدي الجائزه يلي اخذها يمكن هي اول فنانه عربيه بتاخذها، يعني اخذتها اريانا جراندي مثلا، اخذتها بيلي ايليش، يعني
كثير اسماء مهمين بالوطن العربي وبالعالم، فكيف اسم بلقيس اجى بيناتهم؟ اكيد هذا الشيء بيعطيها سعاده، بيعطيها دفع هيك اكثر لقدام للصراحه. وانا جايبت لكم كيف هي قايله مخبره العالم انه هي سعيده بهذا النجاح. طبيعي يعني جد، خليني اقول خطوه جميله جدا وخطوه عالميه، هذا الحلو. اكيد هذا اللقب او هذا الشيء اخذته عن اغنيه انتهى، يلي هي كانت اهم اغنيه بصراحه نشرتها الفتره الماضيه، وانا اكيد جبت لكم اياها. اليوم فقرتي كانت خاليه شوي من الاغاني، بس قلت لحتى اسمها وقت الختام تماما. دائما هيك بتحبي تجيبي شيء من الشارع، او خليني اقول من اللي عم يعملوه الفنانين، يكون قريب من الفيديو كليب، فينا نحضره وقت اللي بدنا وايمت ما بدنا. بس مع هيك هذا لا يخلو اني انا جبت لكم غنيه هيك تعطيكم طاقه شوي من الصبح، واكيد جبت لكم انتهى لبلقيس، وانا لهون كنت انتهيت. خلصت فقرتي يعني. شكرا كثير هدى، هيك الوقت بيمرق بسرعه بهالفقره تحديدا، بس هيك بنكون عاد ما بحكي عاد ما بحكي، عرفنا شو عم بيصير دائما. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه هدى ويسعد صباحك، واكيد رح نسمع الغنيه. تفضلوا. طبعا شكرا. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك بهاليوم الجديد؟ المدام نجلة أباني رح تخبرنا. صباح الخير مدام. صباح الخيرات. صباح الخيرات يا نجلة، كيفك اليوم؟ مشتقت لك. الحمد لله وأنا مشتقت. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 22/10، يعني 22/11 تشرين الثاني. تمنياتي للجميع بالخير ابتداء من بكرة لتدخل الشمس على برج القوس. ما زالت اليوم بالعقرب، بس هم مواليد 22 يعتبروا على الحافة، أخدين من هون وأخدين من هون، يعني هو مولود العقرب القوس خلينا نقول. فكل واحد لازم يعرف من مرضه بالنتيجة هو ينتمي لأي برج، جماعة الحافة بالذات. عطارد ما زال يتقدم في برج العقرب تقريبا لأواخر الأيام، 24 رح يدخل على برج القوس، إضافة إلى زهرة ما زالت تتقدم في برج الجدي. الخريطة الفلكية بتعني إنه شوي مواليد برج الثور، شوي برج الأسد، وشوي مواليد برج الدلو، لازم ينتبهوا شوي صحياً، شوي بسيطة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي أغلب مشاكلك يا عائلية يا على الهاتف، وبالحالتين كتير انتبه لأنك شوي عصبي أو شوي منفعل أو عم تحكم أحكام شوي هيك متسرعة، مليان بالطاقة لكن طاقتك ما عم تنصرف بالأماكن الصحيحة. يعني هاي الطاقة ممكن تكون بقى بعصبية، بضيقة خلق، يعني ما بعرف. أنا بقول اليوم هاليومين ثلاثة فيهم جزء من كركبة لمولود برج الحمل، والأكيد إنه عصبيتك هي اللي ممكن تزيد من مضايقات العالم منك، مالك مصلحة والله. عزيزنا الثور اليوم الأمور جيدة، العلاقة بحركة بنشاط بإصلاحات أو تحسن أو نوع من أنواع المحبة اللي موجودة حواليك. اليوم الأفضل لتمتن علاقاتك، لحتى ترتب أمورك، لتعزز ثقتك بنفسك، ليكون عندك نوع من أنواع الأمور الإيجابية العلاقة بمحط أنظار على الغالب. يعني عم تعيش إقبال على الحياة هاي الأيام مولود برج الثور. مولود برج الجوزاء اليوم انتبه مالياً، مع أنه أنا بشوف وضعك المالي جيد، بس يوم للصرف بامتياز، وأنت أصلاً مصرف، خاصة حين يكون وضعك جيداً يزيد الإسراف عندك. على كل الأحوال اليوم ممكن تطالب بحقوقك المالية، تقبض مستحقات قديمة، تناقش بعض الأمور المهمة بالنسبة لك، بس الأكيد أنا برأيي عم تكتر احتياجاتك ومصاريفك. مولود برج السرطان اللي أم القمر ببرجك، عم تحسن علاقاتك بمن حولك، عم تقضي أوقات جميلة فيها بكير، عندك نوع من أنواع النشاط الإيجابي، عم تهتم بأمور العائلة، عم تكسب قضايا أنت بدك إياها، عم تحسن علاقاتك، وعم بتصب تفكيرك بالغالب بنوع من أنواع التغييرات بالمنزل، بالعيلة، بالديكور، بثيابك، بشكلك، كل واحد حسب وضعه. بس هاي الأيام أيام فيها ود وفيها محبة. مولود برج الأسد، أنت اللي اليوم عم تستاء من عدم أمانة يمكن، أو من أنواع الكذب، أو من قصص العلاقة بخيبة أمل بوعود، ممكن في شيء ما يزبط، كأنك بمفترق طرق، ما بعرف إذا القصة هيك ولا هيك، بس بالنسبة لك حاول تجمع كل المحاور بين إيديك. الكواكب تمنحك قلق، أو محتاج تدرس قراراتك، أو
إذا بدك نصيحتي الجدية، ما تأخذ الآخرين بالشبهة، حاول تكون متأكد مما تسمع. عزيزنا مولود برج العذراء اليوم اجتماعي بامتياز، حفلة، مناسبة، صداقة، تجمع، استعادة علاقات، أصدقاء من غير لهجتك، تصالح مع أصدقاء قدامى، يعني يوم جيد لتصحح أخطاء على الصعيد الشخصي ولترتب أمورك، غالباً في منافسة ممكن تكون إيجابية بالنسبة لك وجيدة. الميزان هو اللي شوي ما أنا مرتاح هاي الفترات، ما بعرف إذا قابل للصدامات مع الآخرين. أنا برأيي اللي متعبك هاي الفترات هو عائلي، بس كأنه اليوم ممكن تكون عملي، يعني حاول أنه كونه اللي حواليك ما كتير عم بيعجبك، كونك شوي مضغوط، فأنا برأيي أنه حاول تكون أهدأ اليوم، لأنه كلمة أو خلاف ممكن يسببوا لك مشاكل. صباح الخير لمواليد برج العقرب اللي اليوم عندهم يوم جيد عموماً، سواء من مساعدات أو من محبة أو باتصالات سهلة أو بأخبار إيجابية، غالباً رح تلاقي حلول اليوم. إذا على بالك مو اليوم بكرة، بس في أخبار طيبة بهاليومين ثلاثة، في حيوية، في نوع من أنواع المبادرات، وغالباً العقرب مشغول بأعمال يدوية أو فكرية جديدة. مولود القوس كمان اليوم يوم جيد بالنسبة له، عم تتلقى وعود وحواليك نوع من أنواع المحبة، نصايح يمكن، مساعدات يمكن، قصة معنوية مالية على الغالب إذا على بالك، ما بعرف، غالباً في تفاهم أو مصالحات، أو قرب من الناس اللي بتحبون، لأنه اليوم الظروف مواتية للقوس للطلب والقبول. مولود برج الجدي، أنت اللي محيطك اليوم مو متعاون أو مو كتير متجاوب معك. أنا برأيي في تحرك مقلق حولك بهالكم يوم، لذلك بدك تكون أهدأ، أكثر لطفاً مع الآخرين، وإذا في شيء تأجل أو تأخر واللي صالحي، بالنتيجة إن شاء الله الخير يكون دائماً حواليك. أنت اليوم عندك نوع من أنواع المواجهات، أسوأ أنه يكون مع ناس أنت بتحبهم، أو نوع من أنواع أنه أنا ما عم بتحمل الآخرين. مولود برج الدلو اليوم حاول تكون أقل حساسية، لأنه يوم فيه أعباء صحية أو نوع من أنواع الأمور المهنية، هو ثلاث أيام. أنا نصيحتي لك الجدية أنك تنتبه صحياً مولود برج الدلو، وما تتحمل مسؤوليات مانا من اختصاصك، ما تدايم عن غيرك، يعني مثلاً إذا بتقدر خلص شغلك، نظم أمورك، ما تروح باتجاه التسالي وتنسى الضروريات وهكذا، وانتبه شوي على الصعيد الصحي. هو عنده إحساس اليوم الدلو أنه ما حدا عم بيقدر له جهوده. مولود برج الحوت اليوم عم تكسب أصدقاء وبسهولة قصوى، أنت لطيف، مرح، مسلي، مبتسم على غير العادة، تارك المجال للنقاش، عم تعرض حجج منطقية، عم تكسر قيود نفسية، واليوم يوم أنت تحرر نفسك اتباعاً بطريقة نشيطة وقادرة على التصرف. خليني أعايد مولود اليوم، مولود 22 اللي قلنا هو أخذ من العقرب ومن برج القوس، يعني قوة من العقرب تتسلح بتفاؤل القوس، شخصية مرحة جريئة، عنده جزء من تهور، دايماً عنده حيرة الواقف بين المي والنار، أعمل هيك ولا أعمل هيك، اتسرع بتفكيري كالقوس ولا أهدى واتباطأ كالعقرب. لا يرمي الاتهامات جزافاً من الأشخاص اللي تفكيره يسبق أقواله، إلا إذا جرحت كبرياءه أو كرامته. من الأشخاص اللي بيحطوا تصور مسبق لحياتهم، بيعرفوا يستفيدوا من فرص، صراحته ممكن تجيب له المتاعب في البداية، لكن بالنتيجة هو شخص يعني ممكن بالعكس الصراحة دائماً تكون مفيدة وجيدة. لا يتقن اللف والدوران. سنة للتعارف بالمتبقي منا طبعاً، بأمر يخصك يخص أحد أفراد العائلة، نوع من أنواع الفرح، حظوظك مساعدة، جمعية، نادي جديد، قصص العلاقة بتغير بالعمل، تحسن، يعني أنا بشوف الأمور جيدة ما أنا سيئة بالمجمل، ولكنها ليست للتغييرات، تغييرات في العام القادم. رسائلكم 18:45 أكيد من أي موبايل داخل سوريا. إيمان عم تسألني، والله المتبقي من السنة أنا بعتبره جيد يا إيمان، ليس فقط نهايات العام، بدايات العام القادم، في بشاير عاطفية مالية، فالله يقدم فيه الخير. يا عم تسألني مع زوجة أحمد، لا هلأ هيك عم نحكي بقى عن بدايات الأسبوع القادم،
يعني غالبا بدايات العام القادم. إذا عم نحكي عن تغييرات تخصصك وما مش حابة تساعديني؟ خد مسج. هيا باصيل من مواليد 1996 وعيد ميلادها اليوم. كل عام وانت بخير يا هيا ويجعل ايامك سعيده يا روحي. امورك جيده بس هي بدايات العام القادم هي للتغيير وليس هذا العام، بس ان شاء الله ايامك دائما سعيده وكل عام وانت بخير. رياض الخلف، هديل رياض الخلف، سدى وقتك يا هديل. والله كسنه سنه جيده بس انا ما بشوفها للتغيير، هي بدك للسنه الجاي الصراحه كتغييرات عاطفيه. فاطمه عم تسالني مع طارق، المشكله ما وصلني مواليد طارق يا فاطمة، بس هيك الأكيد إنه المتبقي من السنة ما أظنه للتغيير. يعني شو من كانت مواليده أنت ما عندك تغييرات، ممكن يكون لبداية جديدة. على كل ما بعرف، أنا بظن حتقفلي السنة بطريقة حاسمة، يعني يا إيه يا لا، فما كتير تحتاري. بقى يلا السنة شهر ونص. هبة بنت حنان، يسد أوقاتك يا هبة صحياً لازم تنتبهي رغم صغر عمرك روحي، يعني أنتوا الصغار يفترض ما عندكم شيء صحي، بس لا انتبهي على كل الاحوال لانه لسه ل 15 12 لسه ممكن يكون في جزء. كونك انت عم تساليني صحيا، يعني انا بعمرك ما كثير بناقش صحيا، بس انتبهي شوي. على كل المتبقي من السنه يعني اواخره افضل. جورجيت عم تسالني 70 مواليدها، ما وصل لي مواليد يوسف يا جورجيت، بس الاكيد انه انت ما عندك نوع من أنواع التغييرات الجذرية، أمورك بالعمل فقط هي اللي جيدة، ممكن يكون بدايات العام القادم. هلأ الشهر القادم ممكن يكون جيد إذا عم تسعي بشي قصة مثل ما عم تسألي يا جورجيت، وارد أنه يكون الشهر القادم أو بدايات العام القادم. موفقة يا رب وموفقين جميعاً، وإن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة. وأيامك دائماً سعيدة مدام. شكراً لك يا نجلو على الأخبار الظريفة للأبراج، إن شاء الله دائماً كل اللي عم يشوفونا بيكونوا بألف خير يا رب. يعني أكيد صار الوقت، أنا عم شم الريحة هلأ عم نشوف ريحة الأكل الطيبة فخلينا نروح لعند الشيف تماما ونشوف طبقنا للتشاينيز بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد، وهيك التشاينيز فود صار عندي بشكل نهائي وخلاص. وعن جد بصراحة يعني أنا دائما الأكلات اللي ما بقدر قاومها باكلها، يعني باكلها بغيابكم، ودقت منها كتير طيبة. بتمنى ستات البيوت يجربوها كتير ظريفة. إذا ما حبيتي تحطي باستا ممكن تخليها مثل ما هي وتطبخي جنبها منها رز طويل. هلأ كمان في شغلة حابة أقول عليها للستات البيوت اللي بيحبوا النودلز كتير، واللي أولادهم كتير عم يعزبون بهاي القصة أنه بدهم يبتكروا لهم شيء بالنودلز مشان مو بس ينزلوه بالمي ويطلع، كمان يجربوا لهم هاي الطريقة كتير طيبة وبياكلوا هيك مع قطع دجاج. هلا ممكن نضيف إضافة واحدة بس لحتى يصير عنا التشاينيز فود، هنن أساسا كتير بيعتمدوه اللي هو السمسم على الوش. إن شاء الله يا رب الطبق اليوم يكون عجبكم، وبشوفكم بكرة على أكلة كمان نصيحة كتير طيبة. شكرا كثير لك يا شيف. اهلا وسهلا. شيف ما بدك تبطلي العاده تذوقي قبلنا؟ وانا نحن بنقول لك جو رأينا. انا بصراحه كثير منبسط انه انتم مربطين هونيك وانا هون. في اكلات لا تقاوم اوقات بتكون ما بقدر، يعني ريحه ما بتتخيلي والله انه انا ما قدرت. انا بغفر لك معك حق. شكرا لك شيف، ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير. بكره حلقه جديده بنفس الموعد. تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير. باي باي.